قال باحثون في علم النفس بجامعة كوين ماري البريطانية إن الإنسان الذي يتعرض لمستوى مرتفع من الضوضاء أكثر عرضة للإصابة باضطرابات صحية مثل ارتفاع ضغط الدم وتراجع حاسة السمع وأمراض القلب والسمنة. كما أوضحوا أن الذين يسكنون على مقربة من الشوارع الكبرى يصيبهم الضجيج بصورة أكبر، فإنهم يعانون اضطرابات في النوم قد تؤثر بشكل مباشر على راحتهم وسلوكهم خلال فترة النهار.